مساء الخير. يعني هذا ليس التقرير الأول، لقد بقى للإدارة الأمريكية وإلى الإدارة الوسطى الجنرال ماكنزي أن حذر كذلك من عودة نشاط داعش في سوريا، وهناك طبعا الشكوى من قوات سوريا الديمقراطية ومؤشرات العمليات التي يعني تتخذ مجالها أو مسرع عملياتها في شرق محافظتي حمص وحماة وعبر البادية ووصولا إلى منطقة شرق سوريا. هذا المؤشر أولا يدل على هو نتاج طبيعي لكيفية تعامل سواء القوات التحالف أو حتى الإدارة الروسية والسلطة المركزية في سوريا عن النظام مع هذه المسألة. يعني أولا تراجع العمليات العسكرية يساهم في إعادة تنشيط هذه الخلايا النائمة لداعش لتمارس نشاطها، كذلك انسداد الأفق السياسي في سوريا. يعني ليس من المنطقي أنه يتم حفظ أمن سوريا بهذا الشكل دون أن يكون فعلا هناك دولة مركزية قوية أو دولة تسير تتجه نحو مصالحة سياسية وإرساء نظام سياسي يؤمن الأمن. كذلك يعني روسيا تبدو يعني تحاول تسويق نفوذها في سوريا وتحويله إلى صفقة ترد بها الغرب، ولا يبدو أنه يعني فيما تقدمه روسيا وما تعرضه لا يبدو أن هناك يعني نوع من القبول ونوع من المسار السياسي الذي يتحرك. إذن يعني كل هذا الفراغ عجز النظام السوري عن ضبط الأمن، وقف العملية السياسية في سوريا، كما قلنا الطريقة التي تعامل بها روسيا مع الوجود ومع مسار العملية السياسية، كل ذلك برمته يخلق فراغا واضحا يفسح بالمجال أمام داعش لتستعيد عملياتها ونشاطها. وطبعا هذه العمليات من ضمنها ما نسميه بنوع من انخفاض وتيرة العمليات، ويعني اختصار هذه العمليات على عمليات لا مركزية وعلى عمليات تشبه حرب العصابات ومن ضمنها خوات وإلى آخره. فهذا كل هذا الفراغ هو نموذجي ومثالي لكي تعود داعش وتنطلق وتجد مجالا لعملياتها واعتداءاتها. طيب دكتور خالد، تزايدت التحذيرات من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وحتى المنظمات الإنسانية من مخاطر عودة هذا التنظيم والتهديدات التي قد تشكلها خلايا في المنطقة، لا سيما في مخيمات النزوح يعني شمال شرقي البلاد التي تأوي عوائل عناصر التنظيم، لكن ليس هناك حراك من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدول الأوروبية. يعني هذا واضح، لأنه لا ننسى أن الأزمة السورية يعني دخلت عامها 11، وبالتالي يعني يجب أن يكون هذا ليس هما فقط للمجتمع الدولي، يجب أن يكون بالدرجة الأولى هم للنظام السوري. يجب أن يسعى النظام السوري إلى إطلاق العملية السياسية، ويجب أن يعي أنه لا يمكن العودة إلى ما قبل الحرب الأهلية في سوريا. يعني يجب أن يأخذ النظام بعين الاعتبار أنه دولة مثل سوريا تم يعني نزوح وتهجير ما بين 12 مليون سوري، 6 ملايين في الداخل و5 ملايين ونصف تقريبا إلى خارج سوريا. كل هذا الفراغ يعني معني به النظام السوري بالدرجة الأولى، وبالتالي يجب أن يكون النظام السوري محفزا على العملية السياسية، ويجب أن تشمل العملية السياسية كل مكونات المجتمع السوري. وبالتالي لا يمكن لما تبقى من سوريا المنهارة اقتصاديا والمنهارة أمنيا والتي يعني لا غير متصالحة مع شعبها أن يعني تحفظ الأمن أو أن تصل إلى استقرار معين داخل سوريا. يعني المجتمع الدولي لا يتحرك أو يتحرك بالمعنى الإنساني الضيق، ولكن هذا الوضع الآن وعودة أنشطة داعش وحتى قبل ذلك يتطلب جهدا وتعاونا ويتطلب
طبعا يعني تحرير سوريا من هذه نعم العزلة التي أدخلت نفسها فيها، لأنه لا يمكن يعني استعادة الأمن في سوريا بمعزل عن الحضن العربي، وبمعزل عن العملية السياسية، وبمعزل عن الاحتضان الدولي لسوريا. نعم وضحت الفكرة ضيفي من بيروت دكتور خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، شكرا لك.